مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الحب، مساء التفاؤل، مساء كل حاجة حلوة وكل حاجة تعمى وكل حاجة جميلة عليكي. يا أحلى حاجة حصلت في الدنيا، يا أجمل حاجة حصلت في الوجود. مساء الهنا على أمي، مساء الدلع على صاحبتي، مساء الجمال على أختي، مساء السعادة على جارتي، مساء الحب عليكم جميعا. وحشتوني قد الدنيا، قد العالم، قد البحر وسمكه. أول عشان دقيقة بتبقى عشانك، بتبقى ليكي. لماية، حكاية، مشكلة، مع جار، مع زوج، مع حبيب، مع خطيب، ساعات مع عيال. النهارده معانا مشاكل كتير قوي، هنحاول نجري جدا عشان سلمى قالت لي اقسم بجلاله الله لو رغيتي اكتر من 10 دقايق يا رضوى يا شربيني هخش بالفقره كاني جيتي مش موجوده. بس قبل ما هندخل في المشاكل خلينا نقول حاجه مهمه جدا، هي تعليق بسيط قوي على مشكله كانت الاسبوع اللي فات كنا بنقول فيها انه الراجل بيروح لواحده تانية ست حتى لو كان متزوج وحتى لو كان خاطب او مرتبط بمزاجه. فستات كتير قوي قالت ايوه رضوى انت عندك الف حق، لكن في حاجه اسمها خطافه رجاله. لا، مفيش حاجه اسمها خطافه رجاله. مبدئيا احنا متفقين كده في البرنامج ان احنا طول الوقت بنقول ابعدوا عن الراجل المتزوج، وابعدوا عن الراجل الخاطب، وابعدوا عن الراجل اللي بيحب، لانه مش لازم يعني تخشي تتكدي على واحده تانية. لكن مفيش حاجه اسمها خطافه رجاله. يعني ايه خطافه رجاله؟ يعني بتجيب له بونبونيه مثلا تقول له جيتي بوتي بوتي بط حبيبي تعالى معايا اديك بونبونيه. بتجيب له مثلا جزمه بتطلع نور وبتقول له بصي يا كوكي لو خدت لبست الجزمه دي وجيت مع طنط حبيبي هجيب لك شوكولاته ولا شوكليته. مفيش حاجه اسمها خطافه رجاله. الراجل بيتنقل من ست لست او بيعرف ست على ست عشان يا اما حبيبي كده فرفوش كده ويحب الكتير كده والتنوع وكده، يا اما عشان خاطر بيحب او حب واحده تانيه. قد يكون السبب انت، قد يكون انت مش مهتميه بنفسك، قد يكون طريقتك اوفر او عصبيه او مسترجله ساعات، لكن النتيجه هي بتبقى انه مفيش ست خطفت رجاله. خطفت الرجاله ده لقب امي وامك او جدتي وجدتك زمان قوي عملوه عشان يضحكوا بيه على نفسهم. دي خطفت مني جوزي، دي خطفت مني حبيبي، دي خطفت مني راجلي، دي خطفت مني خطيبي. مفيش واحده ست اسمها خطفت رجاله. احنا مش في حضانه، مش خد يا حبيبي الشوكولاتايه دي واعمل لك ساندوتش وعصير وتيجي مع طنط البيت. مفيش حاجه اسمها كده، بمزاجه وبقلبه. تعملي ايه بقى لو خانك؟ سواء كنتي متزوجه او مخطوبه او بتحبي، ده اللي هنعرفه مع بعض يوم السبت. علم ساينس، عمالين بنذاكر بقى لنا 10 ايام تعملي ايه مع الراجل الخاين لما طلع علينا انا وفريق الاعداد. يوم السبت ان شاء الله هنعرف نعمل ايه مع الراجل الخاين. اول مشكله اللي بنوته جميله جدا. كتبت المشكله بتاعتها كلها، وانا بقول الكلام ده عشان هي تفهمني بالانجلش، باللغه الانجليزيه. هي في بلد وهو في بلد، تعرفوا على بعض من خلال الانترنت، حبوا بعض. رضوى ما تقوليش ان هو غلط، انا عارفه ان هو غلط، لكن انا حبيت راجل عبر التواصل الاجتماعي. بنتكلم فيديو كول بقى، بيتكلموا اللي هو الوسيلة دي اللي هم بيعرفوا يشوفوا بعض فيها، فيديو كول كده تحط التليفون قدامها وعلى بتاع ويشوفوا بعض. شوفوا بعض بقى، هم بياكلوا، هم بيشربوا، هم بيذاكروا، لان هم لسه طلبة في الجامعة. حياة لطيفة وفظيعة وعظيمة وجميلة لمدة 6 شهور على ما اعتقد او سنة، لحد ما هو اتقلب عليها. رضوى انا بخرج كتير جدا في الدوله اللي انا فيها وبشوف رجاله كتير وبشوف شباب كتير وكذا، لكن مفيش ولا واحد قدر يملى مكانه. ثم البنت فجاه انتقلت للبلد اللي هو عايش فيها لسبب ما، مش هينفع نقول طبعا عشان كده تبقى البنت اتفقست. المهم ان هي راحت قابلوا بعض هناك بالصدفه، الصدفه البحته. عجبته وحال يدفعني وقال لها طب ما تيجي نبدا من اول وجديد. قالت له يلا بينا. ابتدوا يتكلموا شويه في شويه، الدنيا رجعت لحد ما هي رجعت بلدها. اول لما رجعت بلدها تاني ما بيتكلمش، هي اللي لازم تسال وهي لازم تبعت رسائل وهي اللي لازم تقول له حبني وكلمني وقولي كلام حلو وانا وحشتني وانت وحشتك وهات وخد وكده وكده. بس انا يا رضوى حاسه ان انا I'm standing in the middle of nowhere زي ما كتبتها كده بانجليزي، واقفه يعني في اللاشيء في الصحراء مش عارفه اعمل ايه.
اكمل وهيتعدل ولا ما اكملش بقى واجي على قلبي احط طوب على قلبي وقصة خلصت على كده. بصوا بقى انتي وكلنا، ها كلنا الكلام ده لينا كلنا. معلش يا استاذ حلواني انا حابب بعد كده على الارض. احنا بنحبهم؟ لا، احنا بننجذب ليهم الاول وبيعجبونا وبعدين بنحبهم. من حبهم لينا، من اهتمامهم بينا، من رعايتهم لينا، من كلامهم الحلو، من الطبطبه، من الدلع، من الشقاوه، من الابتسامه الحلوه والدم الخفيف، من المجهود الجبار اللي بيتحط فيا. لما العلاقه دي تفضل كده ماشيه زي ما هي وبعدين فجاه تلاقيه انه اتقلب بدون سبب، بدون ما اضايقه او ازعله او اختلق له مشكله او اكون كاتمه على نفسه وشد الفرامل، شديها انت كمان، انت كمان اتعلمي ازاي تشدي الفرامل. لو الفرامل فيها مشكله اعملي لها صيانه. الصيانه دي بتبقى صيانتي لنفسي وشكلي وجمالي واسلوبي وطريقتي وشغلي وحياتي. لما الراجل يشد الفرامل تشديها قبلي، وما تديش مانشدير وتعملي اولاني الا لما هو يعمل الاولاني والتاني والتالت والرابع، وساعتها تتفكري هتطلعي بعربيتك ولا لا، طالما ما فيش سبب. اي علاقه في الدنيا هي هات وخد. هو بيدي وانا اتي، هو بيحب وانا بحب، هو بيهتم وانا بهتم، مش انا بهتم وهو بيهتم، وانا بدي وهو بيدي. هي مش حرب عالميه ثالثه طبعا، لكن هو احنا اتربينا على كده. وللاسف الشديد في السنين اللي فاتت دي كلها، النهارده كنت بتكلم مع صديق في المشكله دي، صديق مش صديق، في السنين اللي فاتوا الايه اتقلبت، اتعوجت. احنا بقى هنا هنعدلها. الراجل هو اللي يحط مجهود فيكي، وهو اللي يهتم بيكي، وهو اللي يشحت منك كلمة حلوة لأنك غالية وتقيلة، ويتعمل لك حساب ويتعمل لزعلك حساب. الراجل اللي ما يتعاملش معايا بالطريقة دي يبقى ما ينفعش يا حبيبتي. ليه؟ عشان هو ده نفس الراجل اللي بعد الجواز إن كمل للجواز فوق دماغي طول الوقت. ده شدي الفرامل، شديها حالا فورا. هنقطع رسائل ومش هنتكلم ومش هنرد لفترة كويسة، وهنحط بوست واحنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وفي كل حتة قد ايه احنا فرحانين وعملنا لون شعرك جديد وخسينا وبنلبس بقى قول الله والحياة مضروبة في الخلاط واحنا قد ايه سعداء. ندم ورجع، اهلا وسهلا، ونديله فرصة تالتة. ما ندمش وما رجعش والباب يفوت جمل، وهيجي مليار غيره. وانا متاكده ان هيجي مليار غيره، يعني صدقوني صدقوني هيجي مليار غيره. ايه يا ايوشي، هلو، ازيك يا رضوى؟ ازيك انت يا حلوه؟ الحمد لله. اولا انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك، انا بحبك قوي. حبيبه قلبي انا، شكرا انك موجوده في حياتنا. يا روحي يا روحي، شكرا ان انت اللي في حياتي، والله العظيم والله العظيم. انت فعلا حاجه حلوه قوي في حياتنا، ربنا يخليكي. انا فعلا استفدت منك حاجات كتير قوي. انا بقالي سنه واحده متجوزه. حلو. انا النهارده عيد جوازي، بس نفسي اقول لجوزي كل سنه وانت طيب، يا عشان هو حاجه حلوه قوي في حياتي. ربنا يخليكم. ما فيش حياه بتخلص من المشاكل والدار وكل الكلام ده، بس كفاية ان هو سند لما انا ببقى محتاجة سند. يا حبيب قلبي انتي، اسمه ايه جوزك؟ اسمه مصطفى. كل سنه وانتي مصطفى طيبين يا روح قلبي، ربنا يجعلها جوازة العمر كله، ويبقى عندكم خلف وخلف صالح الخلف جاي كمان شهر. يا حبيبي بنسميها تمارة. انا عندي تمارة. ايوه نعم. يا حبيبة قلبي، ربنا يخليها لك يا روحي، ربنا يخليها لك يا حبيبة قلبي ان شاء الله باذن الله. تولدي بالسلامة، وسلامي ليكي وسلامي لزوجك الكريم، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. قمر اهو، ناس متجوزة وجميلة اهو، وبتكلموا على الهوا وبتقولوا كل سنة وانت طيب. من كتر ما هو حنين، من كتر ما هو جميل، ربنا يخليكم لبعض. نخش في المشكلة التانية. مشاهداتي عزيزات، سيدة متزوجة من راجل حلو وجميل ومحترم وكل حاجة،
هي طموحه حبتين، عايزه تعمل ماجستير وعايزه تعمل دكتوراه، فهو لا لا انا اسف انا يعني قابل جدا ان انت تنزلي تشتغلي وتخشي مجال العمل وكذا، لكن انا كفايه عليا بقى قصه الدراسه وفي دبانه او هموشه مش مهم، ومراتي بقى كفايه بقى الدراسه وتروح للجامعه وتروح للشغل وكده كتير قوي. طيب رضوى انا عايزه اعمل الدكتوراه بتاعتي وعايزه اعمل الماجستير بتاعي وبفكر ان انا اتطلق، رايك ايه؟ لا لا، هو الطلاق ده مش لبانة، وبعدين هو سمح لنا ان احنا ننزل ونشتغل وانه احنا يبقى عندنا مجال وكارير ونعرف نعمل فلوس وكذا، وبعدين ما يترك اسمها ايه، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني هو موافق لنا على نص الطريق، طب ما تعالي ناخد نص الطريق واشتغلي وكوني نفسك واكبري، وتعالي كمان سنة ست شهور سنتين بالدلع يا حياتي يا حبيبي انا بحبك، طب انا مش صعبان عليك، طب انا هو اديني هو اشتغلت وما قصرتش في البيت، طب انا ساعتين في الاسبوع، طب انا ساعة في الاسبوع، طب انا عشان خاطري، طب انا بليز، لكن تطلقي علشان بيقولك مفيش ماجستير ودكتوراه؟ لا لا حبايبي، عايزين نتعلم برضو من الستات اللي هي الحنينة بسيادة دي، يا كوكي يا موكي يا روح قلبي يا حياتي، تاخد شوكولاتاية ايه، انا مش عارفة موضوع الشوكولاتاية معانا النهارده بس ماشي، نجيب زيت بارفان ورد بدون مناسبه الاول، نضحك على عقلهم يعني، لان هم بيقال انه في الاول وفي الاخر الراجل عيل صغير، تعرفي تضحكي على عقله، ما تحطوش مناخيركم في مناخيرهم، ها هو الند مش بالند، وما ينفعش تقفي قدام جوزك الند بالند تقول انا هعمل كده ان كان عاجبك، نو اتدلعي بس ما تقفريش وانت بتتدلعي. بمناسبه بقى، ودي اخر حاجه هقولها دلوقتي عشان هم هيطلعوا عيني، بمناسبه ان انت ما تقفريش وانت بتتدلعي، كنت قاعده في مكان ما و حواليا كم كبير جدا من الترابيزات كلهم ولاد وبنات او ستات ورجاله، مش عارفه ده هل ده يعني انتشار في يعني مش انا مش فاهمه حاجه، او يمكن انا بقيت راجل وانا مش واخده بالي تضحكوش، ف لقيت ترابيزه ايه وكل يا جماعه ترابيزه ضيقه قوي مكان ضيق قوي، ايوه هاي كده، وبعدين وهي بتسلم على الناس اللي هم يعني هي بتحاول، وانا عارفه البنت يعني وهي سلمت عليها طبعا مش بنفس الطريقه دي، وبعدين في ناس جايين هاي ايه الاخبار انا مش عايزه ايه ده انتوا بتعملوا كده ليه، انا مش هتكلم بالطريقه دي بتعملوا كده ليه، وبعدين تيجي بعد شهرين تقولي ايه نعم لا 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 ما تتكلمش معايا كده انت مش عارف انا مين يا بابا، هيسيبك وش، وبعدين ترجعي تقولي لي هو سابني ليه، ما تمثلوش عليهم الرقه، خليكي بطبيعتك، وحتى لو انت رقيقه هاي هنام ليه، عشان تثبتيه ان انت انثى، عشان تثبتيه ان انت ست، الرقه دي بتيجي في العيون، كلام العيون بيبقى رقيق، الابتسامه بتبقى رقيقه، حلاوتك بتبقى رقيقه، اسلوبك الطبيعي العادي بيبقى رقيق، تون صوتك وانت بتتكلمي كست كأنثى بتبقي رقيقه، خفه دمك فيها رقه، بلاش هاي انا لا مش عايزه ثانك يو مش اشرب مش قادره اصل بطني مغص فظيع، ايه لا لا بلاش تبقوا كده والنبي والنبي، انا شايفه الدفعه كلها حواليا كنت هموت، قمت وسبت المكان اللي انا يعني الكلاوي والكبد والقوانص كلهم ضرب وانا قاعده، ارجوكوا الرئه
ليها حدود عشان هتخش معاهم البيت بعد كده هيقول لك انت مين، لانك هتقعدي طول عمرك عشان تقولي هاي، تخشي البيت تقولي ازيك يا حياتي، وبعدين في ملل. لا، كوني انت، كوني نفسك، كوني على طبيعتك. اللي عايز يحبك على كده اهلا وسهلا بيه، وهندلعه ونحبه بطريقتنا وباسلوبنا وبتربيتنا وباخلاقنا. اللي مش عايز يا عم ما تمشي، ما في كتير جايين. سامعين؟ ها؟ سامعين؟ يا نورة، يا نورة، ازيك يا نونو؟ كويسة الحمد لله، أنا بحبك جدا يا أستاذة. أنا بحب، ليه أستاذة؟ طب أنت بتقولي بحبك وراها أستاذة، يعني ينفع كده؟ التورتاية حطيتي عليها شوية رمل يا نونو، أنا مش أستاذة. أنا بحبك جدا أتواصل معاكي. يا روح قلبي أنت نورتي الدنيا، أديكي عرفتي يا روح قلبي، نورتينا يا حبيبتي. أه يا رضوى بجد. ربنا يخليكوا ليا، أنت عندك كام سنة يا نونو؟ 19. يا روحي، انا بقى استاذه طنط، ويا طنط يا حياتي، انا قد طنط حبيبه قلبي. انت بتتفرج عليا انت ومين؟ انا لوحدي، لان مامتي متوفيه واخت بنت وحيده، مش عايزه اخد بنات. حبيبه قلبي انا ماما، انا زي ماما. ربنا يخليكي ليا. خلي بالك على نفسك. انا عايزه بس اقول لك حاجه. اتفضلي. انا كنت بحب واحد، اوكي، قعدت سنتين خطوبه وسنتين حب، 4 سنين. لا لا استني، انت قلتي عندك 13 سنه؟ 19. 19، اوكي طيب اتفضلي. فانا جيت من سنتين بالظبط كان عندي كانسر، وتعالجت منه بس لسه يعني قليله جدا. وهم جه عرف ان انا عندي كانسر فبعد عني، اللي هو اهله ما ينفعش انت تحب واحده مريضه ومش هتخلف الكلام. طبعا بسبب نفسيتي انا كنت متدمره جدا، وخصوصا مامتي مش جنبي، بابا متجوز، هو اخويا الكبير برضه متجوز، فانا حياتي كانت متلخبطه جدا. وجاء حد تاني دخل حياتي اللي هو بيحبني وانا ما كنتش اعرف لما كنت مخطوبه، وفضل واقف جنبي لحد ما انا بدات ان انا اتعالج عشان اخف. وهو بقى يعني بدا يفتحني في موضوع اللي هو جواز وخطوبه، بس انا مش عارفه اخد القرار ده، لان انا الدكتور كان بيقول لي ان انا لو اتجوزت مش هينفع اخلف. انا مش عارفه ان انا وافق ان انا اتخطب واظلمه معايا واتجوزه ولا اعمل ايه. فكمان قصة ان انا والدتي مش جنبي. اتخطبي نوره، نوره نعم. اتخطبي يا حبيبتي وعيشي واتجوزي. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان اللي خلقك عمره ما هينساكي. انا تعبانه جدا يا رضوى، اللي هو انا لوحدي وانت بعدت عني لما عرفت ان انا تعبانه. يعني انت واخدني سليمه ومعرفه. عارفه يا نوره حبيبه قلبي، يا حبيبه قلب امك، عارفه يمكن يكون، والله اعلم، يمكن يكون يا روحي ربنا خلى المرض ده يجي لنا عشان نبعد عن الراجل ده، تخيلي، ويخليكي تروحي تعرفي راجل تاني وربنا يشفيك ان شاء الله ويعفو عنك والمرض ده يروح وما يرجعش تاني وتبقى حياتك اسعد من الاول بكتير. يا رب يا رضوى، انا نفسي في كده والله. مع واحد بيحبك انت هترجعي احسن من الاول، مع واحد بيحبك ومهتم بيكي وخايف عليكي وقبلك على اي حاجه سواء كانت حلوه او وحشه. اتكلي على الله وقولي يا رب. انا مش ببطل اقول يا رب يا رضوى، انا بس بطلب من الناس دلوقتي اللي بيسمعوني ان هم يدعوا لي، بس انا نفسي ارجع زي الاول. انا لسه عندي 19 سنه، نفسي اعيش زي بقيه البنات. يعني انا خايفه اتجوز ان انا اظلمه معايا وما اخلفش، وخايفه اتخطب تاني، فاهمه؟ انا تعبانه جدا يا رضوى فوق ما تتخيلي. طب ممكن، طب يا نوره ما انت ممكن تكوني كويسه وسليمه وتتجوزيه ويحصل لك ده. لا يا حبيبتي ما تفكريش بالطريقه دي، توكلي على الله، صلي استخاره واتجوزيه وحبي وعيشي. انت ما تعرفيش بكره ربنا كاتب لك ايه. ربنا ان شاء الله هيكتب لك كل الخير وهيشفيكي وهتبقي احسن من الاول 100,000 مره. خليكوا عندكوا يقين ان الخير جاي هيجي، خليكوا عندكوا يقين ان الدعاء هيتحقق هيتحقق، خليكوا عندكوا يقين انه ايا كان الوحش اللي بيحصل لازم يجي وراه حلو. هي الدنيا كده، شوية فوق وشوية تحت وشوية فوق وشوية تحت. أنا شخصيا أنا كبني آدم مش كست بتطلع على الشاشة، صحيح ده ما ينفعش يبان على الشاشة لأن أنتوا مالكوش ذنب، بس أنا ساعات كتير قوي بيحصل لي وحش قوي، بس بقول الخير جاي.
ان شاء الله خير جاي. ناس تقولي انت ما عندكيش دم، او ناس تقولي انت متفائله بزياده، او ناس تقولي انت بقيتي بارده، عين كان المسمى او النضوج او السن، خلاص 38 سنه. لكن في النهايه بتاعتي دايما بقول الخير جاي، تفائلوا بالخير تجدوه. انا بحبكم قد الدنيا وما كنتش عايزه اخلص المشاكل، بس هم هيضربوني حالا. حاضر يا سلمى. مشاهداتي اعزائي، نرجع للابتسامه الحلوه. قبل الابتسامه الحلوه هطلب منكم ارجوكم دلوقتي ان احنا كلنا ندعي لنوره ان ربنا يشفيها ويعفو عنها ويكتب لها كل الخير. نرجع لابتسامه حلوه، نرجع حلقه جديده احنا فيها بتقرير صغير اتش كده اهو، ونرجع ليكم من هي وبس.